هجمات عنيفة ومحاولات تسلل فاشلة قامت بها الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبهات الضالع، حيث قامت بشن هجومين منفصلين. الأول كان باتجاه شمال وغرب الفاخر وتبة عثمان وحبيل العبدي، بينما شهدت جبهات الحرة وقروض والثوخب وبتار والجب معاركا عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. بالرغم من الهدنة تم الاختراق الميليشيات الحوثية للهدنة، ويتم الهجوم علينا بطريقة سلولات على موقع الشهيد وموقع الحرة اللي واقع أمامنا وعلى اللواء العرم برضه نتجاههم وعلى الموقع الغلاه اللي بتكون فيه، ولكن الحمد لله تم التصدي لهم. مدفعية القوات المشتركة بجبهة بتار والجب كانت حاضرة وبقوة، وقد قامت بدك أوكار وتجمعات الميليشيات الحوثية شمال وغرب الضالع، وأربكت الميليشيات الحوثية بعد أن كانت عازمة على القيام بهجمات أخرى مباغتة. كما يواصل أبطال القوات المشتركة وألوية المقاومة الجنوبية ثباتهم وصمودهم في كل المواقع وبمعنويات عالية وعزائم قوية لا تلين لتحرير ما تبقى من مناطق في جبهات الضالع وكل الوطن. نحن نقول لهم من هنا ميادين شرف البطولة، نحن هنا صامدون صمود الجبال، إن شاء الله سيتم دحرهم إلى ما حيث ما أتوا إليه. نحن هنا متواجدون في مواقع طاعة الغليعة، وهذه هي مواقع ميليشيات الحوثي، وأن المعنويات عالية والأفراد معنوياتهم إن شاء الله عالية، والنصر إن شاء الله حليفنا. بعد هدوء استمر لعدة أيام عودت الميليشيات الحوثية شن هجماتها على مواقع ألوية القوات الجنوبية والمشتركة في منطقة بتار والحرة وقروض وشمال وغرب الفاخر، إلا أنها منيت بفشل كبير. كما قامت مدفعية القوات المشتركة باستهداف تجمعات وثكنات الميليشيات الحوثية في حمام النبية وحبيل السماع وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية. من موقع القليعة باتجاه الحشاء، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع.